إذا كما كتلاحظوا الإخوان أن هذه الليلة كانت ليلة قاسية على المنطقة ديال شمال تارودانت وبالأخص إقليم تارودانت والمنطقة ديال ولاد برحيل، اللي هي واحد الليلة كانت جد قاسية. كانوا الناس كلهم باتوا في يعني في العارة وفي الأزقة وفي قدم قوة العالة على يحددوا هذه الفجيعة ديال الزنزال. وأيضا المناطق الجبلية كان عندها واحد الضرر كبير بزاف، وكانت الحصيلة جد ثقيلة، وكانت يعني الخسائر ديال الزنزال سواء مادية أو معنوية جد يعني ثقيلة نسبيا، نظرا لأن الطرق الجبلية كتمتاز بواحد العدد ديال التضاريس، وهذيك الطرق الجبلية كلها يعني شي نهار فيها واحد القدر كبير، وباقي بعض الطرق يعني مغلوقة. وكما كتعرفوا بأن المناطق الجبلية أيضا فيها المنازل التقليدية المبنية بالطين وبطريقة تقليدية وجد قديمة، كان واحد الخسائر في المنازل اللي هي كثيرة وأيضا في الأرواح. ومن هذا الباب كنترحموا على جميع الضحايا وتنقول لهم الله يرحمكم والله ما غفرنا لهم، وكنعتبرهم شهداء ديال الوطن، ونتمنوا أنه من جميع المتدخلين انهم ينظروا للحال ديال هاد المواطنين ويسرعوا في المواساة ديالهم، لان كاينين الناس اللي دابا اللي هما نازلين في العارة وفي حالة اللي جد صعيبة، وحنا زعما المجهودات اللي نقدروا نقوموا بها كمنتخبون راه قمنا بها، سواء تحت الامكانيات ديال الجماعه او حتى تحت الامكانيات الشخصيه من الاليات اللي كنملكوا في المنطقه كانت متواجده، كنا كنشتغلوا بها الليل كامل، وكنطلبوا الله انه يهز علينا يخفف علينا من الكوارث والزنازيل كما كنقولوا. نطلب الله تبارك وتعالى السلامه للجميع. حنا كنسجلوا واحد الحاله هنا اللي هي محرجه، هي الحاله ديال 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 قطاع الصحه، لان المركز الصحي ديال ولاد برحيل ما فيش طبيبه، وتوافدوا عليه واحد العدد ديال الحالات ديال ليزومبيلونس ديال الوقايه المدنيه، وجابوا الناس مهرسين وجابوا الناس مقطوعين يديهم وفي حاله يرتليها، والطبيبه ما كاينه. وحنا شكينا بهذه الطبيبه عده ديال المرات لانها ما كتواظب وما كديرش الخدمه ديالها كي خصها ديرها، وهذه هي الحاله اللي كنا قدمنا منها شكايه للسلطات العموميه وايضا للمسؤولين ديال وزاره الصحه اللي ما كنقبلوهاش، لان هذه حاله استثنائيه. حتى الانسان اللي كنكون جي خص يدخل، اذا به الا كان الانسان خدام هو ما خدام. وهاد هاد الحاله هذه سجلناها يعني بواحد الشكل محرج، وما بغيناش تكرر بحال هذه. وحنا كنطلبوا من المسؤولين ديال وزاره الصحه انه المركز الصحي ديال ولاد برحيل هو راه مركز ديال 240 الف نسمه اللي كيتوافدوا عليه جميع يعني جميع الجامعات المجاوره، وبالتالي راه خصو خمسه ولا سته ديال الاطباء، اذا به كنلقاو حنا واحد طبيبه وواحد طبيبه غير موجوده. وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي، وعندي الشكايات من الجمعيه ديال المجتمع المدني، وعندي الشكايات حتى من السلطات المحليه، ولكن المندوبيه الاقليميه لا تحرك ساكنا في اتجاه الطبيبه هذه اللي هي كتخلل بالعمل ديالها، ولا سيما في الظروف بحال هذه. وهذه هي يعني الحاله اللي ما يمكن نسكتوا عليها كمنتخبون. باقي كيوصلونا تصاور من واحد العدد ديال الدواوير اللي هي كت يعني هذا واحد المرحى